خلينا نروح للجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة واللي قررت إقامة مباريات كأس مصر الموسم ده بداية من الدور ال 32 من غير تقنية الفيديو أو الفار، يعني المباراة النهائية بس هي اللي هتكون بتقنية الفار، خاصة بعد قرار التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق الفار في الدوري المصري بدلا من الشركة الحالية واللي فيها مشاكل كتير. يمكن أبلغت اللجنة الثلاثية الأندية في اجتماع النهاردة ببدء إجراءات التعاقد مع الشركة الجديدة دي للفار في الدوري المصري، وده هيحصل امتى؟ في اول توقف للدوري، وده اللي هيكون في نفس الوقت ده بيشهد اقامه مباريات كاس مصر الموسم ده من غير الفار لحين التعاقد مع الشركه الجديده. وشهد الاجتماع ده اجتماع اتحاد الكره مع الانديه الحديث عن الموسم الجديد، واكدت اللجنه الثلاثيه ان هي بتوافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الاجانب بالموسم الجديد من غير تقليص للعدد، هيستمر 5 اجانب في القوائم. طيب نروح لا